أنا سعيدة جدا في حلقات الحصاد الخاصة ببيت للكل، لأنها فرصة كمان لكل مشاهدينا ومتابعينا اللي بيشوفوا البرنامج واللي انضموا من جديد لمشاهدة بيت للكل، هيتعرفوا على كم الزيارات والاحتفالات اللي احنا زرناها في دولنا الأربعة: العراق، فلسطين، طبعا مصر والأردن. في الأردن تحديدا كمان رحنا أكتر من مرة وكان لنا احتفالات أكتر من رائعة، منها احتفال كان رائع في إربد عاصمة الثقافة العربية. أنا سعيدة جدا، الزيارة في إربد كانت حلوة، والأماكن كمان الأثرية اللي موجودة، وإنك دايما يعني تحاول تقدم كل الثقافات العربية والأماكن بشكل جديد. في أجيال كتيرة ما بيبقاش عندها الفرصة تشوف ده كله. كمان بيت للكل هو عين المشاهدين، هو اللي بينقلكم للأماكن دي، وده اللي بيسعدني إن إحنا طول ما إحنا كده مع بعض وبنزيع على الأربع دول بنشوف كمان ثقافتنا العربية المتنوعة. رحنا كمان مرة تانية الأردن، وكان لينا كمان زيارة مع مهرجان جرش. وطبعا جرش انتوا عارفين بتبعد عن عمان مش كتير، ساعة وربع بالعربية ربما أقل، والحقيقة كان مهرجان رائع، مهرجان موسيقي ثقافي شعري، كمية الأصوات العربية اللي موجودة في الوطن العربي، كمان التفاعل الجميل اللي موجود. احنا سعدنا جدا في هذا المهرجان، وكمان تم تكريم بيت للكل من قبل وزارة الثقافة الأردنية بسبب طبعا مهرجان جرش والحضور. دي كانت فرصة ان احنا كمان ننقل لكم كل الأشياء وأيضا الحاجات التفاعلية الحلوة الثقافية اللي موجودة في دولنا العربية. تعالوا كده نكمل الكلام ويكون بقية الكلام عند سلام. هاي كانت السنة الثانية إلنا على التوالي بنحتفل ونتواجد في جرش وعلى مسرح جرش الأثري. كانت الحلقات واللي بدايتها كانت من خلال استضافة معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار. ما هي رسالة جرش هذا العام في الدورة 36 سنة 2022 وشعار نورت ليالينا؟ نورت ليالينا بمثل جمال الأردن. الأردن دائما يجمع، الأردن تأسس على المحبة، هذا الجمال، وإن كان يحمل حضارة كما تفضلتم قديمة، ولكنه هاي الحضارة بناها أهل جرش، الجرشيون الأردنيون. واليوم جرش تقع في قلب الأردن، والأردن يقع في قلب العالم العربي، والعالم العربي في قلب العالم. فرسالتنا دائما جامعة، دائما مبنية على المحبة، دائما مبنية على التعدد، على التنوع، على الإبداع والابتكار، وعلى كل ما يتصل بالإيمان بالمستقبل، الأمل. ولكن هذا الأمل مرتبط ببرامج عمل، مرتبط أننا اليوم نجتمع معا على مائدة هذا المهرجان بهذا التنوع الجميل. الافتتاح اليوم أطلق رسالة الأردن. رسالة الأردن اللي احتفى بمئوية الأولى، في إنجاز كبير بالمئوية الأولى، ولكن أيضا في حالة من التفاعل وحالة من التطلع للمستقبل برؤية نقدية. فهذا المهرجان بالتأكيد هو المهرجان الأول في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه يحمل إنجازات 35 دورة من دورات المهرجان. صحيح. كما يحمل الأردن إنجاز، في إنجاز، ولكن في تطلع كبير للمئوية الثانية مبنية على رؤية شمولية تكاملية.